أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في لقائنا اليومي من تغطيتنا المستمرة والمباشرة للانتفاضة العربية الكبرى. نناقش فيها في هذه الساعة آخر تطورات الثورة السورية، وكذلك الاعتصام الجماهيري الضخم المستمر في ميدان التحرير في مصر. والبداية من سوريا، حيث قال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين زهير سالم في بيان إن الجماعة تحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنشأ عن رفضه للمبادرة العربية، بما في ذلك مشروع تدويل الأزمة بكل الآثار السلبية التي قد تترتب عليه، رافضا في الوقت نفسه تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي حمل فيه الجامعة العربية مسؤولية تدويل الأزمة في سوريا. لمناقشة هذا البيان وآخر تطورات الوضع في سوريا، أرحب معي هنا في الاستوديو بالناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا السيد زهير سالم. أستاذ زهير، نرحب بك في هذه أهلاً التغطية. أهلا بك يا أخي، حياك الله. أهلا وسهلا. في البداية، هذا البيان الذي حملتم فيه النظام السوري المسؤولية عن أي تداعيات والتداعيات المحتملة والتي يدور حولها الآن جدل كبير هو التدخل الدولي بأشكاله المختلفة، برأيكم هل انقطع الحبل تماما الذي يمكن أن يشد النظام السوري أو أن يأخذ النظام السوري إلى بر أمان يوقف فيه الأسلوب الذي ما زال مستمرا في انتهاجه مع الشعب السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخي الحبيب، الشعب السوري منذ أول يوم تميز بأنه أكثر وعيا وأكثر تقدما وأكثر حرصا على بلده بكثير من هذا النظام الذي يدعي حماية سيادة الدولة. الشعب السوري من أول يوم، وكل قوى المعارضة السورية، كانت تناشد أو تطالب أو تتوقف عند حل وطني، أن يتم حل الأزمة في سوريا، أن يتم المبادرة إلى الاستجابة لمشروع إصلاح وطني يتفق عليه تحت الخيمة الوطنية. عندما خرج المطالبون بالإصلاح والتغيير من درعا، لم يكن أحد ينادي بإسقاط النظام، لم يكن أحد ينادي بمحاكمة الرئيس، لم يكن أحد ينادي بذهاب الرئيس. النظام 3 أشهر 4 أشهر يختبئ وراء عناوين المؤامرة والفتنة وفوت هذه الفرصة. انتقلنا الآن بعد 9 أشهر، أصبحنا في حضن الجامعة العربية. نحن منذ شهرين تقريبا في حضن الجامعة العربية. الجامعة العربية تحاول أن تقدم حلولا. النظام كالمريض المتعنت الذي يذهب إلى الطبيب ويقول له صف لي الدواء الذي يعجبني. كل دواء لا يعجب النظام، كل وصفة لا تعجب النظام، كل نصيحة لا تعجب النظام، ليست فقط مرفوضة بل ومشبوهة أيضا وصاحبها المدان. نحن الآن نرى النظام يريد أو يعمل جاهدا على إجهاض المبادرة العربية وعلى تفويت الفرصة على الجامعة العربية لتقدم حلا. هل يظن النظام أن العالم سوف يسكت عن جرائم القتل؟ هذه امبارحة نحن نمنع على 32 شهيدا، حالات الخطف والاغتصاب التي تتكاثر في سوريا يوما بعد يوم، هل سيسكت العالم عن مثل هذه الجرائم التي تحدث يوما في سوريا؟ ولكن السؤال أستاذ زهير، لو سمحت لي، إذن النظام هو الذي يدفع بالأزمة السورية إلى الحضن الدولي، إلى مجلس الأمن، إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة. ولكن لم نصل لذلك، يعني عندما يتم الحديث عن تدويل الأزمة وجامعة الدول العربية لم تنفض يدها تماما، هي ما زال غدا هناك من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب لبحث إجراءات ربما تكون عقوبات اقتصادية الأكثر ترجيحا ضد النظام السوري، وما زال الحديث عن تدويل الأزمة في بداياته، لماذا أنتم في الإخوان المسلمين تتحدثون عن خشية من تدويل الأزمة وتحملون النظام السوري ولم يبدأ بذلك فعلا؟ هل ربما البعض يقرأ ذلك بأن الأزمة السورية ماضية في احتمال تدويلها؟ يا سيدي، النظر السياسي نظر استشرافي، لا أحد ينتظر المصيبة حتى تقع على رأسه ثم يتحدث عنها. هذا البيان يحمل الطابع التحذيري.
في الجامعة العربية، رئيس الوزراء القطري في المرة الأخيرة قال نحن وصلنا إلى آخر الإجراءات في اللقاء القادم. الآن ماذا سيلتقي؟ ماذا ستلتقي الجامعة؟ الجامعة العربية ستلتقي الأربعاء على الخميس في لقاء تحضيري يوم الأربعاء واليوم يعني وغدا الخميس، لتقول بأننا وصلنا إلى هذا، النظام لا يريد أن يستجيب. إن هذا النداء التحذيري، هذا البيان التحذيري، تحميل المسؤولية، يعني بأنه إذا كان ثمة فرصة كان يجب على النظام أن يستغلها، لأنه سوف يفاجأ في لحظة من اللحظات أن هؤلاء الوسطاء العرب الذين حسب رأي الشارع السوري ورأي المعارضة السورية يقدمون وساطة لمصلحة النظام أكثر منها لمصلحة ولكن المعارضة. النظام يرى بأنهم مقدمة لتدخل، كما قلت لك النظام، لا هو النظام يريد أن يفسر الأمور على طريقته. هو كلما قيل له قدم تنازلا ولو بسيطا يتهم الذي يقدم له هذه النصيحة بالخيانة وبالتآمر عليه. الشعب السوري الآن والمعارضة السورية والجماهير في سوريا كلها تنظر إلى سقف المبادرة العربية على أنه سقف غير مرضي. إذن الجامعة العربية تصرفت بنفسية الوسيط، نفسية الذي يريد أن يجمع بين الأطراف، لكن النظام هو الذي يتعنت ويريد أن يذهب بعيدا. على ماذا يراهن النظام؟ رأينا مراهنته بالأمس في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. سأتحدث معك عن ذلك بالتفصيل بعد أن أخذ عبر الهاتف القيادي في حزب العمل الشيوعي السوري السيد فاتح جاموس، معنا عبر الهاتف من مدينة اللاذقية. سيد فاتح، نرحب بك في هذه التغطية. سؤالي لك، هل ترى بأن المبادرة العربية، مبادرة جامعة الدول العربية، ما زال فيها جوانب يمكن للسلطات السورية أن تبني عليها ويمكن أن تنهي الأزمة الحالية، أم أنها وصلت فعلا إلى نهايتها؟ مساء الخير، شكرا لك جزيلا، وأهلا وسهلا بك وبضيفك. أنا أعتقد أن مبادرة الجامعة العربية في الأساس إن صح التعبير هي مبادرة لاصطفاف بصراحة. اصطفاف، هي ليست مبادرة لوساطة كما يعتقد ضيفك الأستاذ زهير. اصطفاف إلى طرف من؟ أن الجامعة العربية هي جامعة حكومات وليست جامعة شعوب، ومن الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن تتمثل هذه الجامعة مصلحة شعوب، وبالتالي هذا هو اصطفاف لحكومات عربية لقمة إهرامات إن صح التعبير سياسية عربية، وهي تصطف بالتأكيد إلى جانب مراكز إن صح التعبير المركز الأمريكي والمركز الأوروبي. وكل هذه الخطوات كي تكون خطوات وساطة كان عليها أن تنتبه جيدا جدا لدور المعارضة، وأن تركز بالمطلق على دور المعارضة من حيث ضرورة وحدتها ومن حيث ضرورة وجودها داخليا تماما. طيب هي المبادرة سيد فاتح جاموس تقوم بالأساس على التمهيد لحوار بين السلطات السورية والمعارضة، ولكن أساس ذلك، يعني المقدمة لذلك الحوار، التمهيد لذلك الحوار، يبدأ بوقف السلطات السورية للعنف من خلال سحب آلياتها من الجيش والسماح لمراقبين عرب بأن يكونوا على الأرض. وهذا الذي تعثر قبل أيام، عدم سماح السلطات السورية كما ترى الجامعة الدول العربية لمراقبيها أن يكونوا على الأرض وفقا لبروتوكول يوقع عليه الطرفين. أيها الصديق العزيز، أولا إن وقائع العنف في سوريا بصراحة شديد جدا، وأنا معارض بالتأكيد، هي ليست وقائع عنف من جهة واحدة، من جهة النظام، على الرغم من الأهمية المطلقة والحاسمة لدور النظام تاريخيا، لدوره تاريخيا في مثل هذه الأزمة، ولدوره أيضا في إمكانية الخروج منها بصورة أساسية، له دور حاسم أيضا في إمكانية الخروج منها. لكن الوقائع على الأرض بصراحة، وهذا ما لم تلحظه بصورة ناضجة ودقيقة وصريحة الجامعة العربية، هناك وقائع عنف شديدة وواسعة وغدت نوعية تماما. قبل 3 حزيران من هذا العام وقائع العنف تتطور في سوريا، وهي وقائع لا تتعلق حصرا بالرد الفعل على عنف النظام، بل هي وقائع تنتمي تماما إلى البنية المجتمعية والسياسية السورية والصراع السياسي القريب في سوريا. بهذا المعنى النظام محق أن يلحظ تماما أن هذه ليست وساطة، وأنا ألحظ إذا أنها ليست وساطة لصالح الشعب السوري. إن لم تضع يدها الجامعة العربية أو أي طرف آخر في العالم على الوقائع حيث هي،
ومن ثم ترتيب ما هي ما هي هذه الوقائع سيد فاتح جاموس؟ هل هي ما مثلا ما درجت السلطات السورية على عرضه في الإعلام الرسمي من أن هناك عصابات مسلحة إرهابية تقتل المواطنين الآمنين؟ أبدا، القصة ليست بهذا الأمر صديقي. القصة أكثر حتى نفهم منك تفضل مما يقول عنه. القصة أكثر بخطورة بكثير مما يعلنه النظام نفسه. في جسر الشغور في جبل الزاوية في ثلاث حزيران أكثر من مجزرة على الأرض حصلت ولم ينزعها النظام. آلاف المقاتلين استولوا على كل مواقع الدولة في مدى ساعات، وكانت المنطقة بالمطلق مفتوحة تماما خارج صلاحيات وخارج نفوذ الدولة بالمطلق. جرت هناك ما يشبه البروفا، وأنا أعتقد تماما أن تلك المنطقة ستكون أيضا في المستقبل القريب، وأرجو الله يحصل ذلك، أكثر من بروفا، ستكون واقعا لمظلة أو لمنطقة عزل. طيب ابقى معي سيد فاتح جاموس زيران. ابقى معي سيد فاتح جاموس. أستاذ زهير، في ظل عدم إمكانية وجود مراقبين على الأرض حتى يتحققوا مما يحدث في سوريا، هل يمكن صياغة مشهد المعارضة السورية هي التي تتبناه فقط؟ يعني أولا دعني أوضح الكلام. أنا أولا لست متبنيا لمبادرة الجامعة العربية، حتى نكون نحن مع المعارضة السورية، مع الشارع السوري الذي يرى أن هذا سقف متدني للمطالب الجماهير. لكن عندما تتحدث بلغة المحلل السياسي ترى أن هنا يوجد خيط يمكن أن يتبع. المبادرة الجامعة العربية تحدثت عن وقف الاقتتال، لكي أستدرك على زميلي الذي يتحدث بأن هناك عنف مضاد من قبل المجتمع، وأنا لا أريد أن أذهب مع هذه النظرية وأهول من العنف المضاد. العنف الذي نرى نحن متظاهرين بعشرات الألوف يملؤون الساحات ويتم اقتناصهم، ولا أظن أنه 6 أطفال قتلوا بالأمس في حمص. وأنا أعلم أنه زميلي معارض، ومعارض عنيد، يعني ليس معارضا سهلا السيد فاتح جاموس. أيوة. تاريخه الحقوق نعم أيضاً. وأنا لذلك لا أريد أن أشكك بمعارضته، ولكن لا أريد أن أقول بأن مقتل 6 أطفال البارحة في حمص كان بسبب عنف متبادل. الجامعة العربية لم تغفل عن هذه النقطة، تحدثت عن وقف اقتتال. لكن نحن الآن عندما تسألني كيف يمكن أن يتم حضور الشهود، هو جزء متمم. الشهود لا يأتون ليشهدوا لطرف ضد طرف، الشهود يأتون، الأصل أنهم يأتون وسيكونون حقوقيين ورجال منظمات إنسانية، سيأتون ليوثقون الواقع. وعندما سيثبت هؤلاء الشهود ما يقوله الأخ فاتح وما يقوله النظام وما تقوله المعارضة، عندئذ يمكن للناس أن يصلوا إلى خطوط وسط. الآن نحن نظن أن النظام بإصراره على توفيت المبادرة العربية، وعندما سأنضم أنا إلى رفض المبادرة العربية لأي سبب علينا أن نقدم البديل. البديل هو التدويل، والتدويل ستكون له تبعات خطيرة. نحن كشعب سوري التدويل ليس مطلبا لنا، التدويل هو وليس في مصلحة الشعب السوري. هل يمكن أن يكون مصلحة الشعب السوري؟ إذا كان النظام سيصر على نظام القتل وعلى هذا المنهاج كل يوم 30 و40 قتيل، لابد للناس من مخرج. الناس لابد لها من مخرج. النظام هو الذي يدفع القضية نحو التدوير. نعم سيد فاتح جاموس، وأنت يعني لك تاريخك الحقوقي المعروف واعتقلت أكثر من مرة، ألا ترى بأن هذه المبادرة ربما تكون خيط النجاة الوحيد ليس للنظام السوري فقط ولكن أيضا للشعب السوري، على اعتبار أن الأمور توقفت عند مجرد فقط التوقيع على بروتوكول تسمح السلطات السورية لوجود مراقبين يتحركون بحرية؟ وسيد وزير الخارجية المعلم السوري قال أن عند عرضه لمثال على الأمور التي اعترضت عليها سوريا أن النظام السوري يريد من هؤلاء المراقبين أن يشعروه بوجهتهم التي يريدون أن يتوجهوا إليها وبزيارتها، هل هذا منطقي؟ أولا أريد أن أقول لصديقي الأستاذ زهير، من الخطأ الشديد الآن أن يتكلم أي طرف في المعارضة باسم الشعب السوري. للأسف الشديد الآن هناك أكثر من طرف في الشعب السوري، وهناك قسم منه هام في الحراك وهو قسم نشيط بالتأكيد، لكن هناك أكثر من قسم آخر في الشعب السوري لم يشترك مع الحراك وله موقف من الحراك، وقسم آخر بالتأكيد هو في صف النظام. بالتالي يجب أن نكون حذرين جدا جدا من الحديث باسم الشعب السوري. طيب ولكن لنبقى محددين الآن في هذا المنعطف الحرج،
جامعة الدول العربية ستقر حزمة جديدة ربما من الإجراءات العقابية، أليس في المبادرة هذه بالتحديد، أليس في المبادرة خيط نجاة للسوريين ككل نظاما وشعبا؟ هذا مشروط بعدد من الشروط. هذا مشروط بعدد من الشروط. الشرط الأول والحاسم أن يكون هناك فعلا تحرك للشعب السوري بكل إن صح التعبير فعالياته، أن يستقر الحراك، أن يتوسع الحراك، أن يستمر الحراك، أن تشترك به فئات واسعة أخرى من الشعب السوري لم تشترك به لأسباب عديدة وليس فقط بسبب عنف النظام. الشارع السوري تجاوز رهاب النظام، ولكن هناك أسباب حقيقية لعدم اشتراك فئات واسعة من الشعب السوري في الحراك، وتحت سقف الحراك من منظور شعار إسقاط النظام، وتحت سقف الحراك من منظور الرضا بوجود الجيش الحر، وبالتالي تطوير العنف، وبالتالي تعنيف الثورة إن صح التعبير، أو تعنيف الحراك، أو تعنيف الانتفاضة. هذا شرط هام جدا جدا، أن يستمر الحراك، أن يتوسع الحراك، أن تشترك به الفئات السورية للحراك. اثنين، أن تتوحد المعارضة السورية تحت شعارات حاسمة هي ثلاث في الأساس أو أربعة. واحد، لا للاستبداد وبقاء مهمة التغيير الوطني الديمقراطي مهمة مركزية. اثنين، لا للتدخل الخارجي العسكري بأي شكل. ثلاثة، لا لأي مظهر وأي استفزاز طائفي، لا للعنف. في هذه الحالة هذا الشرط الثاني إذا تحقق يمكن في هذه الحالة مع طرح مراقبين مختلفين عما طرحته الجامعة العربية. هناك منظمات عربية حقوقية واسعة جدا في الوطن العربي بالآلاف يستطيعون أن يكونوا مراقبين بدون تكييف. الجامعة العربية بصراحة عندما طرحت المراقبين وحددت تكوينهم هي سيست الأمر من خلال تكوين مختلف عما أعتقده مناسبا كي تصبح هذه المبادرة خيط نجاة. طيب، فقط أعطيتك مثال على ما عرضه وزير الخارجية السوري لم تجب عليه. وزير الخارجية السوري عندما طلب منه في مؤتمره الصحفي قبل أيام في دمشق عرض أمثلة على اعتراضات سوريا على ذلك البروتوكول، قال بأننا نريد أن يتم إبلاغنا، يتم إشعارنا بوجهة هذه البعثة المراقبة في أي مكان. هل هذا الطلب تراه منطقيا ويمكن أن توافق عليه أي لجنة رقابة تريد أن تراقب وقائع على الأرض، تقول للسلطات نحن ذاهبون إلى هذا المكان؟ أنا شخصيا أعطيتك مثال فني. عفوا، إذا كان المراقبون من تكوين دولي متعدد فمن منظور فكرة سيادة الدولة وليس السلطة وليس النظام، نعم أفترض هذا الشرط. لكن إذا كان المراقبون من هيئات حقوقية عربية، أشخاص يشهد لهم بالتكوين الخلقي والمبدئي والقيمي المتعلق بقضايا حقوق الإنسان والمراقبة، أرفض هذا الشرط. طيب، إذا أفهم بأنك اطلعت ربما، هل تسنى لك الاطلاع على أسماء أو يعني بعض تلك الأسماء التي رشحت لتكون في لجنة المراقبة؟ وليس من المنظمات الحقوقية صرفة، بل يقال تماما أنها طرحت الطرف التركي. سؤالي حتى أفهم جوابك أستاذ فاتح، يعني أنت تعرف المنظمات التي ستشارك؟ على هل علمت؟ أنا أعرف تكوين، هذا التكوين تحط الجامعة العربية في تكوينات أخرى غير عربية. طب شكرا جزيلا لك، ولكن ابقى معنا سيد أستاذ فاتح جاموس. أتحول لضيفي من بيروت عضو المجلس الوطني السوري سيد عمر إدلبي. سيد إدلبي أرحب بك، ربما تكون سمعت جزء من كلام السيد فاتح جاموس. هناك أصوات في سوريا تريد أن تكون جامعة الدول العربية في رقابتها، في بعثتها التي ترسلها طرفا وسطا، يعني لا مع الذين يتظاهرون ولا مع السلطات السورية. هل ترى بأن جامعة الدول العربية إصرارها على أن توقع السلطات السورية على البروتوكول لمراقبين على الأرض كما تريد هي، هل يمثل ذلك فعلا وقوفا في منطقة الوسط بالنسبة لجامعة الدول العربية؟ مرحبا بك أخي الكريم وبضيفك الكريم أخينا الأستاذ أبو علي فاتح جاموس، يعني أستاذنا وأستاذ العديد من الشباب الذين الآن يقودون هذا الحراك الثوري على الأرض. ولكن مع كل هذا قد نختلف معه بالرؤية، قد نختلف معه بأسلوب التعامل مع هذه الأزمة.
هو محل تقدير بالتأكيد. نحن نعتقد أن جامعات الدول العربية قامت حتى الآن بدور تأخر 8 أشهر كاملة، ولكنه إلى حد ما هو يقف فعلا في منطقة وسط ما بين القوى الثورية والمعارضة في سوريا وبين النظام. بالنسبة للبروتوكول الذي عرضته جامعة الدول العربية للنظام للتوقيع عليه، أعتقد أن فيه الكثير من المنطقية التي تقتضيها اللحظة. النظام لو كان جادا فعلا بحل هذه الأزمة عبر وساطة عربية أو حتى عبر وساطات سابقة قدمت له من أكثر من طرف، لا سيما من الأطراف المتحالفة معه، لكان أبدأ الكثير من المرونة وكان تجاوز الكثير من النقاط التي يعتقد النظام وبعض من يعتقدون مثله بأنها فيها تجاوز على السيادة الوطنية أو غيرها من النقاط التي أثارها رد الحكومة السورية على هذا البروتوكول. الآن نحن في أزمة، والأزمة تقتضي تعاملا مرنا من أجل حلها. النظام هنا يتحدث عن مسائل في الحقيقة تميع هذه المبادرة وتميع هذه الخطوة من أجل إرسال مراقبين. عندما يتحدث عن البحث في ملفات أكثر من 500 مراقب، هو بالتأكيد يتحدث عن فترة قد تطول إلى سنوات لكي يتأكد من مصداقيتهم وفق ما يزعم. هذه نقطة من النقاط. النقطة الأخرى التي يمكن التحدث عنها أثارها الأستاذ فاتح قبل قليل حول مسألة التدخل الخارجي. سبق وأن ناقشت المعارضة السورية عبر سنوات طويلة مسألة التدخل الخارجي، ولا سيما عندما أثيرت أثناء أزمة احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية. هناك حالات اتفق عليها الجميع على أنها مشروعة ويمكن التحدث بها وأيضا قبولها في مسألة التدخل الخارجي. عندما تنفلت الأمور إلى مرحلة من العنف، لا يمكن للقوات ولا حتى للقوى الوطنية سواء كانت نظامية تابعة للنظام أم للمعارضة أن تسيطر فيها على الأمور. نعم، ابقى معي سيد أدلبي، أعود إلى ضيفي هنا. شكرا لك، ابقى معي سيد أدلبي، أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ زهير. هل يمكن لجامعة الدول العربية غدا أن تكون وجهة نظر ربما لا تقود إلى تدويل هذه الأزمة، مع كل المؤشرات بأن الخطوة القادمة هي رفع الأمين العام لجامعة الدول العربية لتقرير لجهات دولية أممية حتى تتدخل لوقف ما تراه جامعة الدول العربية استمرارا لعنف السلطة السورية ضد الشعب السوري؟ يعني قبل الإجابة عن السؤال لابد أن أعلق على الكلام الذي مضى. يعني أنا أقول يعني أحيانا بعض المثقفين والأشخاص المتملكين للثقافة يكون عندهم تصور نظري للثورة، لها أبعاد، لها زوايا محددة، لها مداخل ومخارج مرسومة مسبقا. إن لم تنطبق هذه الأبعاد على الثورة بدقة كما يتصورونهم لا تسمى الثورة ثورة. هذه حالة يعني لا يمكن، نحن أمام حراك يتحرك هؤلاء الشباب وفق فقه الضرورة إذا صحت يخرجون إلى الموت بصدور عارية. لا يمكن لنا أن نضع مقاييس نظرية في أذهاننا لنطبقها على واقع ما يجري في سوريا. أنا لا أظن ولا أعتقد ولا أريد أن أصدق أن السيد فاتح جاموس يريد أن يعطي النظام الحق في قتل 40 لأن 60 لم يتحركوا بعد، ولا يريد هذا، لكن مفهوم الكلام كان هكذا. يعني ما دام كل شعب السوري لم يخرط بعد بالثورة، فإذا هذه المبادرة العربية لا يجب أن تؤجل ويجب أن يبحث الناس عن مرجعية أخرى. كان مفهوم الكلام هكذا، وأنا أعرف وأنا يعني على يقين أنه لا يريده. فنحن الآن أمام واقع في سوريا. حاولت الجامعة العربية، وأنا قلت منذ أول لحظة بأن المعارضة السورية، وأنا لم أتحدث باسم الشعب السوري، أنا مكتوب علي ناطق باسم جماعة الإخوة المسلمين في سوريا، ونحن جزء من هذه المعارضة السورية. الشارع السوري، هؤلاء الثوار السوريين نظروا إلى مبادرة الجامعة العربية على أنها سقف متدني. الذين يحللون الأمور سياسيا يقولون هي مبادرة، وهذه مبادرة الآن يضيعها النظام، حتى هذه المبادرة يضيعها النظام. هل هي المبادرة التي يجب أن تتحقق فيها كل الشروط والمواصفات النظرية؟ هذا كلام آخر. أنت سألتني ماذا يمكن أن يجري غدا، وهذه هي النقطة المهمة. يعني ودوركم في ذلك، هل مجرد التلميح بأن النظام هو المسؤول عن تدويل الأزمة يعفيكم من المسؤولية إذا ما دولت الأزمة فعلا؟ يا سيدي، نحن عندنا هم نهاري ليلي كما يقولون،
وقف القتل همنا الأول في سوريا. وأنا أقول وقف وأريد أن أنضم هنا إلى الزميل فاتح، وقف القتل على جميع المحاور، من جميع هذا الدم السوري دم مقدس عندنا جميعا. نحن همنا الأول أن تتوقف عمليات القتل، أن تتوقف عملية الانتهاك، هذا هو الهم الأول. أي خطوة تقربنا إلى هذا الهدف طبعا يجب أن يتوقف، هذا ليس بأي ثمن، يجب أن يتوقف هذا بعد أن يتحقق ما أراده الشعب السوري. يجب أن يعاد بناء الدولة السورية على أسس العدالة والمساواة والحرية، أن تعاد بناء الدولة على الأسس السليمة. ليس الآن أن نقول يتوقف القتل ونعود إلى البيت بالطريقة التي كنا فيها، هذا مرفوض عند شباب الثائر وعند المعارضة في الخارج هذا الكلام. يجب أن ننتقل إلى مربع آخر، يجب أن ننتقل إلى الدولة المدنية التعددية التي تؤمن لنا العدل والحب جميعا بقسطاس واحد. أستاذ فاتح جاموس، تعليقك على ما ذكره أستاذ زهير، من أين هو المخرج وما هو المربع الذي تريد للشعب السوري أن ينتقل إليه؟ أولا أنا بالتأكيد حالا كما يحلم أستاذ زهير، وأنا سعيد أن ضيفك الآن ليس السيد شقفي مع إمكاناته المطلقة أن يتحاول مع السيد شقفي وهو محسوب على إطار السيد زهير بسبب دعوته للطرف التركي كي يتدخل. السيد زهير أكثر مرونة وأكثر إن صح التعبير اقترابا من التفكير الموضوعي بحل الأزمة السورية. لكن أريد كما قلت قبل عدة أيام للدكتور برهان غنوب، أريد أن أقول اليوم هذه الدقيقة للصديق زهير، يا أخي عندما يتذكر هو السبعينات والثمانينات وكان هو شخصا في إطار سياسي محدد وقال في حيني وهو أو لاحقا أن حزب الطليعة أن حزب الطليعة هو اللي استخدم السلاح في سوريا. أنا أترجى تماما من كل المعظم من المجلس الوطني بشكل خاص ومنه بسبب الدور الهام للإخوان المسلمين في سوريا، بسبب الدور الفعال، لن أقول الآن الخطير بس الفعال، وللدكتور برهان ولكل تكوين المجلس الوطني أن ننتبه تماما عندما يدخل أي وطن في العالم في أزمة مغلقة نسميها أزمة تشبه الجوزة المغلقة وهناك طرفان على درجة من القصوية عالية، ليس مهما الآن تحميل مسؤوليات، املأوا صفحات مسؤوليات كما تريدون. الآن دخلنا في إطار الأزمة المغلقة، الأزمة المغلقة لا تحل إلا بكسر الجوزة. نحن ندخل الآن أشكال من الحرب الأهلية. المرونة يا صديق عمر يا رفيق عمر، المرونة لماذا يجب أن نتصورها فقط من النظام؟ تصوروا سنادوا على الشكل التالي، أصر النظام على القصوية وعلى الأرجح هذا احتمال قائم على الأرض تماما. ماذا نفعل نحن في المعارضة؟ هل نمضي إلى حدوث القصوية المطلقة كي نكسر الجوزة بحرب أهلية أنت تعرف الآن بوادرها في حمص، ونحن كل ما نعمله الآن في اللاذقية كي لا تنتقل اللاذقية؟ دعونا نفكر يا أخي بواجبنا كمعارضة. أيضا ثانيا ما قاله الصديق زهير، أنا شخص حالم لكن أعرف جيدا أن الثورة في سوريا بدأت بعمليات سلسلة التضامن مع الرعونة التي جرت في درعا، مع الانتكاسة التي جرت في درعا. هذا أطلقت في سوريا شكلا للحراك، تفاصيل الحراك، وأرجو من المحطة أن تفتح حوارا حول هذا الأمر، حول تكوين الحراك، حول تطور الحراك، حول لماذا اندفع إلى العنف، حول الأطراف الأخرى في سوريا التي لا تشترك مع الحراك والأسباب في ذلك. بهذا المعنى أنا أعرف جيدا أن مجموعة صغيرة تشكل تكوين الشعب السوري ربما تمثل الثورة السورية، لكن عندي أن أقول الأمر غير هذا. من حقي تماما ومن حق صديق جوهر أن ينتبه تماما أن هناك إشكالا في الأمر. طب ولكن الآن الأساس أستاذ فاتح، يعني دون غوص في هذه التفاصيل، الحراك ما زال مستمر، ربما هذا الحراك سيدرس لسنوات طوال لأنه مرحلة مفصلية في حياة الشعب السوري. الآن الدماء التي تسيل يوميا، ما هي مسؤولية النظام السوري بالتحديد السلطات السورية بكل وضوح، ما مدى مسؤوليتها عما يجري؟ نعم أنا أعرف جيدا أن هذا الحراك مستمر، وأنا أطالب باستمراره وتعميقه وتوسيعه من المكونات الأخرى مع كل تحفظ على هذا التعبير، هذا ما أطالب به تماما. إذا كان استمر شكله سلميا وهذا يجب أن يستمر تماما، لكن عندما تطور الأمر إلى عنف ليس عنف رد فعل، هذا يحتاج إلى حوار. وضحت الفكرة.
تمام، وضحت الفكرة سيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي السوري. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من مدينة اللاذقية عبر الهاتف في سوريا. سيد عمر إدلبي، المرونة، هل للمعارضة السورية التي تبدو متفرقة الآن القدرة على أن يكون لديها آليات للتعامل مع المرحلة إذا كانت ستنعطف بمنعطفات خطيرة قد يكون أحدها التدويل؟ سيدي، نحن منذ البداية، يعني لا أريد أن أعود إلى بداية هذه الثورة، أبدأ الثوار من المرونة الشيء الكثير، يعني استمعوا مطولا وصمتوا كثيرا على مبادرات كانت تقدم إلى النظام، لم يكن أحد يستهدف المعارضة في النظام، معارضة النظام بهذه المبادرات، كان يطلب من النظام وهو المبادر إلى الفعل العنفي أن يتوقف عن هذه الممارسات ليتيح مجالا لحوار منتج وبناء، هذا لم يحدث أبدا. إذن ما المطلوب من المعارضة الآن؟ المرونة، يعني تبدو الآن من المعارضة لو أبدت شيئا من المرونة أنه تراجع سيستثمره النظام في مزيد من القتل. نحن جربنا هذه المرونة مرات عديدة، صمتنا في الكثير من الحالات عن هذه المبادرات هو من المرونة وهو من الواقعية السياسية التي قرأنا فيها ظروف الواقع الداخلي في سوريا وأيضا ظروف المحيط الإقليمي الذي كان ضاغطا على ثورة في سوريا أكثر ما هو ضاغط على النظام لوقف جرائمه. نحن ننتظر أن يقدم النظام شيئا حقيقيا ملموسا يمكن البناء عليه في حوار منتج فعال يقود إلى تسليم السلطة وإلى تداولها بسلمية في سوريا. نعم. هذا لم يحدث أبدا ولم يقدم عليه مؤشر واحد. شكرا جزيلا لك عضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. أستاذ زهير، سأترك لك المجال لترد على ما ورد من سيد فاتح جاموس والسيد إدلبي، ولكن سيد فاتح جاموس أورد الاختلاف في الموقف بين البيان الذي أصدرته حول تصريحات المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا السيد شقفة، عندما فهم من ذلك البيان بأنه يرحب بتدخل تركي عندما تحدث عن منطقة عازلة قد تكون في شمال سوريا بحماية تركيا، هل هذا يعني بأن الإخوان لديها موقفين؟ يعني أنا أريد عندي أكثر، لا عندي أكثر، جوبني على هذه ثم ربما أجيبك وإن شاء الله تقل. يعني ما ذكره الأخ فاتح الأستاذ رياض الشقفة، يعني هو محاور ومحاور جيد وليس وقد يكون أكثر دماثة مني وأكثر قدرة على التعبير، يعني ما أدري، ولكن مع ذلك قلت بأن كلامه لا يعبر عن موقف الإخوان المسلمين. أعلق الآن على كلام الأخ فاتح لأنه يعني هو كأنه أشار إشارة، فأنا أقول ربما ما أتيحت الفرصة للأخ فاتح أن يحاور السيد شقفة. فهذه هي النقطة التي أريد أن أقولها. نحن بالنسبة للتدخل الخارجي، يعني كانت الملحوظة أو البيان الذي أشرت فيه أنا، كانت الملحوظة على طريقة اتخاذ القرار أكثر منها على مضمون القرار، وبعد ذلك فسر هذا القرار. خرج نائب المراقب العام السيد طيفور وقال بأنه لم يكن المقصود التدخل العسكري المباشر في سوريا. أظن هذه القضية قد سويت داخل هذا. الآن أنا في كلام مهم كتير حكى السيد فاتح جاموس وأحب أن أؤكد عليه، هو قال بأنه مطلوب تعزيز الحراك ولا بأس كلمة سلمية. حوار نحن نسميها، لا قال بمكونات أخرى. وهذا نحن أيضا نشدد عليه وندعو إليه، ولكن عندما يتأخر الآخرون عن الاستجابة لأسباب قد تكون موضوعية وقد تكون متوهمة، ماذا يملك هذا الثائر في الشارع السوري أن يفعل؟ هو يريد كل جيرانه، كل أولاد عمه، كل أولاد خاله أن يخرجوا معه في هذا الحراك، يريد لكل الشعب السوري. أنا إنسان من مدينة حلب، أتمنى أن تشارك مدينة حلب بهذا الحراك، أدعو إلى ذلك، أبذل جهدي، لكن ماذا يملك الإنسان عندما تتأخر بعض المكونات التي يريدها الأخ فاتح جاموس عن الانخراط في الحراك؟ هذا لا يعيب الحراك، هذا يضع إشارات أخرى علينا أن نعالجها. ولكن هذه هنا هذه الإشارات مهمة، هل هذا التأخر جهوي يعني مدينة عن مدينة أم طائفي له أشكال متعددة وأسباب متعددة، وهناك حزبة من العوامل، لكن أريد أن أقول قد يكون من الذين يقودون الحراك والذين يتحركون ومن المعارضة التقليدية هناك أسباب مساعدة
على أن ينخرط الجميع في الحراك. ولذلك أنا كثير ما أقول للإخواننا في المجلس الوطني وفي المعارضة في الخارج، ليست مهمتكم فقط لجنة علاقات مع الجوار الإقليمي أو الدولي، مهمتكم أن يكون هناك خطاب مركز للشارع، للداخل السوري، لكل القوى السورية، بحيث نتعاون لزج كل القوى المجتمعية فيها. هذا لم يحصل حتى أنهم أتوا البارحة بوفدين للقاء وزير الخارجية البريطاني. هذا يجب أن يحصل، لكن في الوقت نفسه لا أحمل لا المعارضة ولا الشباب الثائر كل المسؤولية عن التأخر. التأخر يتحمل مسؤوليته الأساسية المتأخرون. علي أن أقدم أسباب مساعدة، علي أن أقدم مواقف مساعدة. أنا أقول الآن للكلمة الثانية المهمة، وهي بيت قصيد تحدث عنها السيد فاتح، قضية مرونة النظام ومرونة المعارضة. لا، المرونة مطلوبة فقط من النظام، لأن أنا لا أستطيع أن أقول للمعارضة عليك أن تكوني مرينة. في ماذا تكون؟ المعارضة السورية، الشباب الثائر في سوريا يطالبون بأشياء لا يمكن التنازل عن بعضها. عندما تطالب بالعدل، عندما ترى صورة هذا المواطن السوري الذي لقطته عدسات التصوير يقول أنا إنسان مالي حيوان، هذه السياسات التي، وهذا إنسان يعني مع احترامي له وتقديسي له، الكلمة هذه تفري الفؤاد. عندما يحاول أن يذكر بأنه حيوان، معناه أن هناك حزمة من السياسات تشعر الإنسان السوري أو تشعر بعض المواطنين في سوريا أنهم حيوانات. هذه السياسات من يمارسها؟ يمارسها النظام ومجموعته الحاكمة الذي يمتلك السلطة، كامل السلطة في سوريا حتى هذه اللحظة. أخي الكريم، من هو النظام حتى هذه اللحظة؟ لكن أليس هناك جانب من المسؤولية على المعارضة السورية بأن تبدي شكل من أشكال المرونة في حوارها السياسي؟ أكمل الفكرة. الذي يمتلك كامل السلطة هو النظام. المعارضة تمتلك الإرادة والقدرة على التمرد، على الخروج إلى الشارع وتحدي الموت. أنا أحب أن أقول، وهذا كلنا يعرفه ويراهن عليه النظام، هذا الخروج إلى الشارع ليس عملية ميكانيكية. يعني أنت الآن بعض الناس يقول لك يا أخي ادخلوا على بيوتكم واجلسوا في بيوتكم، وإذا ما كان صادق ارجعوا اطلعوا. هذا الخروج إلى الشارع لا يكون بكبس الزر. هذه لحظات تاريخية. الثورات في كل العالم وكل دارسي الثورات في العالم لا يعرفون ما هي القشة التي تخصم ظهر البعير، ما هي الشرارة التي البوعزيزي تبع تونس الذي فجر في تونس ثم تبعته قصة الأطفال في درعا. هذه ليست عملية ميكانيكية يملكها الإنسان اليوم يا شباب نطلع على بيتنا من هون لثلاث، لا، هذا الأمر الآن يجب أن يتعاظم ويمتد ولا يجوز أن يتراجع عنه. ولو تراجع عنه الشباب السوري والنظام يملك كل أدوات البطش والقتل والتنكيل والتي ما يزال يمارسها بأبشع صورها، معنى ذلك أن سوريا سترجع إلى مرحلة أكثر ظلاما وظلما مما كان قبل 15-3. إذن النظام وصل إلى مرحلة اللاعودة. هذا الكلام قاله اليوم الرئيس التركي جول في تصريحات متصاعدة يوميا من القيادة التركية عن أن النظام السوري لن يعود كما كان عليه، واليوم وصل إلى مرحلة اللاعودة. ما الذي تتوقعه تركيا؟ يعني أولا أنا أريد أن أقول النظام وصل إلى مرحلة اللاعودة منذ 6 أشهر بالنسبة للشعب السوري. الآن كل الناس يتساءلون، وهذا سؤالك مهم ليس فقط لتركيا، هذه التصريحات انتظرها الناس من العالم كثيرا، لكن بعد الآن هذه الشعب السوري بشكل خاص، المقتولون في سوريا قد شبعوا من هذه التصريحات، ولكنها تأتي في وقت اسمح لي مختلف تماما وسياق مختلف. جميل. هذه التصريحات لم تعد تعني للشعب السوري شيئا. الشعب السوري يريد أن يرى ما بعد التصريحات. نحن الآن القتل يتعاظم، الانتهاك يتعاظم، الاعتداء على الناس يتعاظم، الثورة تتعاظم. من كان له دور فليبحث عنه. الإنسان سواء كان جارا أو قريبا أو ابن عم أو ابن عشيرة أو مواطنا سوريا في الداخل، الإنسان الذي لم يعرف دوره بعد، يعني هناك عنده مشكلة إما في الرؤية أو في الانتماء. يجب على الجميع أن يحددوا دورهم بوضوح
وأن يبادروا إلى إطفاء هذا الحريق، إطفاء هذا الحريق على الخير وليس على الشر. أنا أصمم على أنه يجب أن تبلغ هذه الثورة مداها، بمعنى يجب أن تحقق أهدافها ليقوم في سوريا مجتمع متساو يسوسه العدل وتسوسه الحرية. زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر علق على ما يحدث في سوريا متهما أطرافا بأنها تريد أن تؤجج الوضع في سوريا وخاصة جامعة الدول العربية، وأن ما يحدث في سوريا ليس بثورة. يعني سيكون من الصعب علي تفسير مثل هذه التصريحات المنحازة والتي أحيانا تثير في الإنسان معاني سلبية. أنا أقول لمقتدى الصدر ولغيره، اتقوا الله قليلا في هذا الشعب السوري. الشعب السوري لا يمكن أن يكون لا جزء من مؤامرة خارجية ولا جزء من استسلام ولا جزء من بطاحة. الشعب السوري هو الشعب السوري صانع الحضارة وصانع المجد وصانع المواقف القومية في هذه الأمة. هذه الاتهامات تتوجه قبل أن تتوجه إلى دول الجامعة العربية، تتوجه إلى هذا الشباب الذي يفتح صدوره للموت. هذا الشباب خرج يريد العدل ويريد الحرية، ولا أحد يستطيع أن يزود عليه بمثل هذه التصريحات. الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في سوريا الأستاذ زهير سالم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين في ختام هذا الجزء من تغطيتنا التي ستبقى مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.